على مدينة الرسن، غارة على قرية الدار الكبيرة، غارة على الغنطو، وغارات متفرقة على حمص القديمة. قوات النظام تحاول الضغط على الريف الشمالي من أجل منع أي عمل عسكري طبعا بحق قوات النظام نصرة لحمص القديمة، أو من أجل التخفيف عن الأحياء طيب المحاصرة، أو لأن قوات النظام طبعا سيدي الكريم تحاول حسم الأمر ضمن حي الخالدية، لكنها حتى اللحظة تفشل. طبعا باتت طيب تسيطر على أكثر بالنسبة من جلال 80% من حي الخالدية. للوضع الإنساني للمدنيين المتواجدين في الأحياء القديمة والمحاصرة، ماذا عنه؟ طبعا سيدي الكريم، معظم العائلات التي كانت تتواجد ضمن هذه العائلات متواجدة ضمن حي واحد، لا أستطيع الإفصاح عن اسم هذا الحي حفاظا على سلامة وأرواح المدنيين. طبعا هؤلاء العائلات تواجدوا أو نزحوا إلى هذا الحي وهم الآن مجتمعين فيه. إذا سيطرت قوات النظام على حي الخالدية ودخلت باقي الأحياء ووقع هؤلاء المدنيين بأيدي قوات النظام، فاعلموا بأن مجزرة يعني مروعة سترتكب بحق هؤلاء المدنيين بعد صمودهم أكثر من سنتين وتحديهم لقوات النظام حقد نعم حقيقي يبيته جيش الدفاع الوطني والميليشيات العراقية والشيعية واللبنانية بحق هؤلاء المدنيين. لذلك يعني نحن نحذر من كارثة إنسانية نعم داخل أحياء حمص القديمة. طبعا الوضع الإنساني سيء جدا أشكرك جدا شكرا جدا، جزيلا جلال كميات أبو قليلة من سليمان الطعام. مراسل شبكة سوريا مباشر، كنت معنا من حمص، شكرا جزيلا لك.